تيمور، أهلا وسهلا تيمور. أهلا فيكي بهار. ما بيكفيكي شغل المستشفى؟ لسه بدك تناوبي بالبيت؟ يعني كنت مجبورة، ما بيجيني نوم لما ما بتجاوبني على سؤالي. شو السؤال اللي ما جاوبت عليه؟ قلت لك إني بالمستشفى. إيه بس فهمت عليك، بس ليش رحت؟ بس يعني شو الموضوع تيمور؟ عم دقلك ما بترد. ساءت حالة مريضي وما كان في مكان بالعناية فنقلنا على مستشفى تاني. ايه تمام. شكله ما عجبك جوابي. ليش عم تحكي بهالاسلوب تيمور؟ قبل كم ساعة كنت عم تبكي بين ايدي، كنت مزعوج، خفت عليك، قلت بلكي صاير شي، وهلأ عم تسكر الموبايل بوشي. عندي شغل وانت كل شوي بتدقي. بهار ليكي، اذا كنت شاكة بشي احكي بشكل مباشر، نحنا كل يوم بالمستشفى سوا، بكفي حاج تخنقيني اكتر. انا ما عم اخنقك تيمور. شو هالحكي هاد؟ شو عم تخبص انت؟ لا وطالع علي بالعالي وكأنه انا على طول عم ازعجك وضايقك باسئلتي. شبك صار لك 3 ساعات ما انك مبين، وكنت مزعوج وما عم ترد على موبايلك ومسكره كمان، طبيعي اني خاف عليك. بعت المريض على العنايه المشدده. ماشي خلص فهمت. انا زعلان وتعبان. ايه؟ يعني اذا سمحتي لي بدي نام يا جلاله الملكه. يا الله يا الله، احترامي. خلصنا تمام. صحي على خير. يا الله منك تيمور، عم تتعامل معي وكأنك ابن العيلة الحاكمة ببريطانيا. تصبح على خير تشارلز. سامعك ديانا. ايه قصداً عم احكي هيك لتسمعني، خايفة موت مثل ما ماتت. استغفر الله. اف يه، نزعلي مرأي. شو هالحرام هاد؟ كأنه كتير قصير. أمي. صباح الخير. المنبه من زمان عم يرن وانت ما سمعتي. يا روحي، آخ آخ إيدي، آخ حبيبتي. صباح الخير. إيدي منملة كأني نايمة عليها ومو حاسة. أنا جهزت لك الفطور اليوم. شو عم تقول؟ ستي كانت عم تقول ما حدا يقرب عليها، وكمان أوراس مانو هون. وبابا كان معصب، طلع وراح بلا ما يحكي شي. ايه هو كان متضايق على مريض عنده، يمكن لهيك. اصلا شو ما كان سبب عصبيته، هو دائما بيطلع فينا. ايه امي، انا جهزت لك الفطور. حبيبتي عملت لك توست. ايه؟ والجبنة البيضة. عن جد؟ وعملت عصير برتقان. اذا ما عجبك فيكي تاكلي رقائق الدرة. انتي عملتي رقائق الدرة كمان؟ لا جاهزين. إيه ماشي حبيبتي، على مهلك. معقول المنبه رن كل هالقد وما سمعته؟